بدي أذكركم مشاهدينا أنه عالم الصباح اليوم رح نترافق نحن وياكم فيه لغاية الساعة 12:30 بتوقيت بيروت. أنا محطتنا التالية هي أجندة لحتى نشوف شو صار بخلال الأيام الماضية من نشاطات طبعا ببيروت وبلبنان. صباح الخير. صباح الخير زينة. صباح الخير لك غدا، وتحية كتير كبيرة أكيد بوجهها لكل المشاهدين يلي عم بتابعونا بلبنان وبكافة أنحاء العالم. يعطيك ألف عافية. بعرف أنه رجعنا قلعنا، يعني صح. كانت هيدي الفترة يلي آخر الصيفية أول الشتوية والخريف هيك الناس بتروق شوي. صحيح. إنما هلأ خلص، هلأ بترجع لاستعادة نشاطها ساحبين كل الشتويين وأكيد لاستعادة إذا بدك الإيجابية يلي دايما إن شاء الله كل الناس بتحلى فيها. نحن بأجندة دايما بنقوم بتغطية أكثر النشاطات يلي عم بتصير بلبنان والعالم، إن كانت اجتماعية ثقافية أو فنية وغيرها. رح نبدأ اليوم مع حفل صار مؤخرا لجرمانيا، جرمانيا شركة طيران الرائدة بعالم الطيران أكيد يلي عندها ستريت فلايتس لجرماني، وطبعا كانت هي بالتعاون مع ميونخ إيربورت. كان في حفل صار بمطعم كتير مهضوم وكتير حلو بمرم خيل هو مونشن. هالمطعم هو ألماني حتى أجواءه كتير حلوة، وبتعرفي كان فيه هيك نايت العلاقة بالبير بافاريان بير وكل الأمور والإيفنتس اللي عادة اكزاكتلي. فمشان هيك نحن رح ننتقل ونشوف كيف كانت أجواء هالسهرة يلي عن جد استمتعنا من خلالها، وخاصة بهذا المحل مونشن هو باب راستو موجود بمرم خير. رح ننتقل ونشوف بعض المشاهد. Actually, it's almost 1.5 years ago that we started to operate a direct link between Beirut and the city of Munich. And tonight we just want to celebrate that it's working so well and that a lot of people actually using the flights, and want them to show how the Oktoberfest in Munich is like. So. So, you know, we came many times to promote Munich and Bavaria and Lebanon, and we are showing videos and make presentations. But now we have the chance with this restaurant here to bring a little piece of Bavaria and Munich here to Lebanon. So you can really feel the atmosphere, you can hear the music, you can eat the local food and drink the beer. So actually where we are now, it's part of Bavaria here in Lebanon. ميونخ طبعا بيعتبر هو من افضل الفنادق الموجوده في ميونخ، ما كانش هو الافضل مع الاطلاق، كان رقم واحد بيعتبر على ميونخ، بالعكس بيعتبر من ضمن 10 افضل فنادق على مستوى المانيا، فاهم ازاي؟ ولذلك بيعتبر من دير رونسل، كل واحد عربي اللي بيحتاجه يشوفه في اي فندق هيلاقيه عندنا موجود، من اكثر من سويتات موجوده للعائله الكبيره، ممكن لغايه 4 سويتس مع 4 غرف او سويت مع 6 غرف، توصل ل 325 متر مربع للعوائل الكبيره، كل شيء موجود، كل شيء متاح. فندق بتاعنا يعتبر لكشري، طبعا هو انترناشونال، فيه كل الامكانيات المتاحه لاي جنسيه ولاي ديانه ولاي جروب من الاشخاص عايزين يجوا يتمتعوا في ميونخ. وطبعا هو في المركز الداون تاون بتاع ميونخ، يعني تقريبا ووكينج ديستانس 1 مينيت على الشارع اللي هو ماكسيميليان، اللي هو فيه كل الاشياء الخاصه بالنسبه للمبيعات والشوبينج سنتر والاشياء دي كلها، طبعا فيري فيري يعني ايه فيري لكشري يعني. جرمانيا، شركه جرمانيا ومطار ميونخ قرروا انه يعملوا ايفنت مثل من جو هن، يعني من جو ميونخ، بمناسبة إعادة الوحدة الألمانية. عنا اليوم وبكرة احتفالات، بقى هيدا مثل منك شايفي حعملوا جو ألماني جو بافاري وليورجوا اللبنانيين شو عنا. So I am from Bavaria, which is a region in Germany.
And in Bavaria we have about 640 breweries, and that's why we also have a beer queen. We love to drink beer, and I'm really excited to be here for tonight. We came from Munich, now we are in München restaurant and having good Bavarian beer. That's excellent, really. And don't you think the beer is fattening a little bit? No, no. It makes you really skinny if you don't eat too much. That's good. بالمطار بيسكلي بنكون على التشيك ان بنبلش from A to Z قبل ما توصل الطيارة بس نفتح التشيك ان بنسهل لهم امورهم للركاب we're there to check the passport everything انه عم يمشي بطريقة smooth مزبوط ومنخلص بعدين تشيك ان بروسس ومنفوت على الجيت بنستقبل الطيارة بنستقبل الركاب اللي جايين من الديستنيشن اذا هيك شفنا اجواء حلوه ومختلفه عن الاجواء اللي عاده بنشوفها ومنتبعها. بكل الاحوال رح نتابع اجندا، ولكن هالمره رح ننتقل لحفل كان صار مؤخرا كمان بالسفاره الامريكيه، تحديدا ببيت السفيره الامريكيه بلبنان، وكانت لفته حلوه لتكريم جبران خليل جبران من خلال حفل استقبال صار وبعض الاعمال اللي كانت موجوده له. رح ننتقل ونشوف كيف كانت هالاجواء. هنا اليوم للاحتفال بأعمال جبران خليل جبران لأنه هو رمز للعلاقة العميقة بين الولايات المتحدة ولبنان، ونحن كأمريكان نؤمن بتعزيز دبلوماسية الناس إلى الناس من خلال كل النشاطات التي نراعاها، وقدرة جبران على مدى جسور بين الثقافتين تشير إلى أهمية التراث الثقافي في بناء جسور بين الدول، ونحن نقدر التراث الثقافي ونحن نعمل مع لبنان للحفاظ عليه من خلال برامج مثل The Ambassador's Fund for Cultural Preservation. ومن خلال مثل هذه البرامج احنا نساعد في الحفاظ على التراث المهم هنا في لبنان. فكرة كتير حلوة وكتير قيمة، فكرة بتخجلنا من حالنا لأنه عم يعملوها الأمريكان بدل ما نعملها نحن. صحيح نحن عملنا كتير لجبران ولكتير من أدبائنا وشعرائنا ومفكرينا، بس كل ما حدا نعمل شيء أولا منفتخر ومنفرح وبعدين منخجل كمان، لأنه لازم نكون حاضرين على طول قبل غيرنا وسباقين، لأنه خليل جبران وكتير من رفقاته هن بيجسدوا لبنان الحقيقي، لبنان القيم، لبنان الثقافة، لبنان الشعر والأدب والحكمة، لبنان الإنسان، لأنه جبران وميخائيل نعيمي وإيليا أبو ماضي وكتار من الكتاب والمفكرين العظماء اللي من لبنان هن اللي بيبقوا وكل شيء تاني بيروح. كل اللي اشتغلوا سياسي بزمن جبران ما بنعرفهم، بس بعدنا بنعرف جبران.
جبران خليل جبران. أكيد رح نتابع غدا مع أجندا كمان، ولكن هالمرة آخر فقرة معنا لليوم، على أمل يتابعونا الأسبوع الجاي بنفس الوقت كل المشاهدين. رح نبقى هلأ مع حفل كان صار مؤخرا بسكاي بار ببيروت لجمعية تشانس، وأكيد ضم عدد كبير من الشخصيات الاجتماعية والإعلامية وغيرها. رح ننتقل ونشوف كيف كانت أجواء هالحفل. اليوم مجتمعين بالسكاي بار بالحفل السنوي لجمعية تشانس بيروح ريعه لدعم علاج الأطفال المصابين بالسرطان. الأطفال 80% من الأطفال ممكن أنه يشفوا من السرطان. تشانس هي فرصة لكل طفل أنه يشفى. صلنا 15 سنة بهالرسالة، نشكر كل المتطوعين لأنه الجمعية بتنتكز على التطوع والتبرعات. الإيفنت هالسنة هو تحت نطاق Let's Dance، فلنرقص فلنفرح، لأنه الإيجابية والبوزيتيفيتي والصحة وطريقة العيش السليمة بيساهموا كمان بعلاج الأطفال وبيساهموا بشفائهم والوصول للشفاء. كثير احداث حلوه رح تتخلل هالحفله اليوم. عندنا ابطال رياضه مثل سيلفيو شيحه، نادر جابر وغيرهم رح يكونوا معنا اليوم بالسهره، ورح يكون في جروب سعد على اعلى جبل من البروس، جبل روسيا، كمان رح يكون موجود معنا لحتى يدعموا علاج الاطفال المصابين بالسرطان. ونحن بنشكر كل اللي ساهموا بهالحدث. سرطان الاطفال ممكن انه يشفى، فلنعطي كل طفل هالفرصه هيدي. طبعا بدي وجه تحيه لكل الجمعيات يلي تعنى بالعمل الانساني اكيد، وخاصه كمان الجمعيات يلي بتساعد كثير مرضى السرطان، وخاصه نحن هون بنتمنى الشفاء للجميع، بما انه نحن شهر اكتوبر هو شهر التوعيه كمان لسرطان الثدي، وكمان بنتمنى الشفاء لكل اللي عم بيعانوا من اي مرض، وتحديدا هالمرض الخبيث من له اكيد. الله يشفي الجميع، والله هيك دائما يعطينا الصحه لنقدر نكون دائما موجودين بهيك قوة ونشاط وحيوية، لنكون دايما معكم. شكرا، يعطيك ألف عافية. إن شاء الله ما حدا بينصاب أبدا بأي مرض، مش بس شفاء، الكل يكونوا دايما بصحة قد ما بيقدر واحد أنه ينتبه. صحيح، بس في أوقات أشياء هيك بتصير بالحياة. إحنا نشوفك أسبوع اللي جاي إن شاء الله، رح نكون معك لحتى نكون نحن شو عنا هلأ؟ بريك. لا شيف، رح نرجع عند الشيف. قوي اللي عند الشيف، ناطرينه للشيف. نحن ناطرين الشيف ونشوف وين صاروا التحضيرات بأطباقنا مع رشة ملح. صباح الخير من